علمت إخبار المغربية أن السلطات الجزائرية أصدر أوامر صارمة إلى مسؤولي نادي اتحاد العاصمة بالانسحاب من المباراة التي ستجمعه بنهضة بركان ومغادرة المغرب. وحسب مصدر جيد الإطلاع فقد أصبح مؤكداً أن النادي الجزائري لن يخوض مباراة الإياب أمام نادي نهضة بركان برسم إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية المزمع إجرائه الأحد 28 من أبريل الجاري. مصدر أشكين أكد أنه مباشرة بعد مصادقة محافظ اللقاء المذكور على خوض المباراة بالقمصان التي تم تقديمها من طرف الفريقين، تلقى الفريق الجزائري تعليمات بعدم لعب المباراة والعودة إلى الجزائر. وأوضح مصدر أشكين أن مسؤولي النادي الجزائري سيتممون البروتوكول المعمول به من إجراء تدريب شكلية والتواجد بالميدان خلال موعد المباراة قبل أن ينسحبوا رسمياً. وكان مسولي الفريق الجزائري قد عبروا عن ملاحظاتهم خلال الاجتماع التقني بين فريقي نهضة بركان واتحاد العاصمة اليوم السبت، والذي تم خلاله تقديم كل فريق للقميص الذي سيلعب به المباراة دون الإعلان عن الانسحاب رسمياً. وخلال الاجتماع المذكور اختار نهضة بركان خوض مباراة الإياب بقميصه الرسمي البرتقالي المرصع بخريطة المملكة المغربية الشريفة الذي كانت قد صادرته منه السلطات الجزائرية، فيما اختارت مكونات اتحاد العاصمة خوض اللقاء بالقميص الأبيض. احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك، اشترك الآن. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.